يلا جاهز معاك. معاك طارق. مساء الخير رهف، مساء الخير فؤاد. من جديد أكيد مواصلين معكم هاي التغطية المباشرة من رالي الأردن الدولي. هذا الرالي الأكيد مميز كالعادة بكل الأحداث اللي موجودة فيه. راح نروح على مقابلة أكيد مهمة جدا لبطل أردني معروف، هو معروف أبو سمرة بكل تأكيد، من الأمال الكبيرة للأردن في المنافسة على لقب هذا الرالي بين كبار نجوم هاي اللعبة بكل تأكيد. صباح الخير كابتن معروف، وأكيد يعني مشاركة بنتمناها تكون إيجابية لكم، نتمنى يكون المركز الأول لك. أول شيء أحلى مشاركة هي مشاركة قناة رؤية الفضائية، إنه عم بتابعنا وبتغطي هذا الحدث بجميع الأوقات. بالنسبة لنا هلأ خلصنا أول مرحلتين الصبح اليوم، عمالنا نتبع استراتيجية اللي هي إنه أول شيء رالي طويل كتير، عم نكون حذرين جدا، ولكن أوقاتنا كمان مش بعيدة كتير. المنافسة طبعا على الفوز بلقب الرالي صعب جدا لفرق السيارات، الكاتيجوري تصنيف سياراتهم غير عن السيارة اللي بشارك فيها، لكن إن شاء الله كمان راح نكون نحاول كل جهد نكون بالمراكز الأولى إن شاء الله. طيب كابتن معروف، خلينا نحكي عن المراحل الأولى لهذا اليوم، وأكيد شو مخططين استراتيجية للمراحل بعد فترة الاستراحة وأيضا لمراحل اليوم غدا. أوكي، أول مرحلتين زي ما قلت لك كانت كنا ماخذينها بهدوء شوي، لكن هلأ خنقول إذا كانت نسبة مئوية كنا نمشي بحدود 80%، راح نعلى هلأ بالمرحلتين الجايين. تعرف عبين الواحد يدخل بالجو الرالي والمنافسة والواحد بيكون شوي تنس في بداية أول مرحلة أو تاني مرحلة، فبالتالي هلأ بالمراحل الجاية راح نرفع نعلي البيس تبعنا حتى نكون كمان موجودين بين الشباب في حال لا سمح الله أي حدا منهم صار عنده أي عطل كذا، حتى نكسب هاي الفرصة ونتقدم لمركز أفضل. طيب بكل تأكيد السؤال الأخير ما بدنا نأخرك، يعني الكل عم بيشكر برالي الأردن وبمراحل رالي الأردن، إيش اللي بيميز رالي الأردن بالضبط اللي بيخلي كل نجوم العرب تحب تشارك بهذا الرالي؟ أول شيء وجودنا تصويرنا هون في منطقة البحر الميت، هاي منطقة مميزة بالعالم كلياته، فهاي الحالة لها طابع سياحي ممتاز للأردن. الطرق الجبلية هي الوحيدة جبلية ترابية هي الوحيدة اللي موجودة بالشرق الأوسط، الراليات الأخرى كلياتها موجودة راليات صحراوية زي ما كانت عندنا سابقا، فبتعني إنه كمان المراحل كتير نظيفة كتير حلوة، في منها المراحل السريعة ومنها الضيقة جدا اللي تتطلب مهارة عالية من السائق، فمشان هيك هي تشالنجينج زي ما بقولوها، فبالتالي الكل بحبها. اكيد بنتمنى لك التوفيق، واكيد بنتمنى لك المراكز ايضا المتقدمه، وانك توصل بالسلامه لنهايه الرالي. تسلم وشكرا لكم، وان شاء الله كمان بنضلنا موجودين ومتابع بعض على الفينش على النهايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا رهف فؤاد، يعني زي ما سمعتوا اكيد معروف ابو سمره هو معروف في عالم الراليات الاردنيه والعربيه، بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى انه يكون احد ممثلي الاردن يكون موجود على منصات التتويج، وانه يحقق لقب رالي الاردن ويعيد ما يعني عمله امجد فراح فيما سبق، وهو الاردن الوحيد الى الان اللي فاز بلقب الرالي. اذا كمان رهف فؤاد سمعنا مميزات رالي الاردن وليش المتسابقين العرب بيحبوا يشاركوا في هيك رالي، وليش بيحبوا يشاركوا بالتحديد في رالي الاردن رالي الشرق الاوسط. خلينا ايضا في مقابله اكيد صغيره راح نعملها ونرجع لكم على طول عشان نستغل تواجد الأبطال، لأنه إحنا أول كاميرا بالنسبة للتلفزيونات الموجودين واللي بيغطوا هذا الحدث الكبير، عم ناخد المقابلات مع أبطال الرالي واللي عم بيوصلوا أول بأول لمنطقة الصيانة. مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، وأكيد يعني أنت من دولة قطر ومشارك بهذا الرالي ودائما يعني بتحرص على المشاركة في رالي الأردن، خلينا نحكي عن مشاركات اليوم وعن مراحل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم عندنا 6 مراحل صعبين، نتمنى ان نكمل اليوم الاول على خير. طبعا احنا محافظين على حاليا مركزنا تقريبا سادس او خامس، نحاول نتقدم نخلص اليوم في التوب 5 شيء طيب. يعني مراحل الصباح اليوم كيف كانت وكيف كانت المنافسة فيها؟ طبعا مراحل معروف الأردن بنوعية أرضى، مراحل سليبري ما في قرب، صعب أن تغامر أو تسوق فوق الليمت يمكن تطيح في خطأ. احنا نحاول نكمل اليوم ونشوف وضعنا وين يكون حق بكرة إن شاء الله. شكرا لكم، نتمنى لك التوفيق. مشكور، الله يخليك.
رهف فؤاد لكم الكلمة، ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، لكن راح نضلنا أول بأول مع مقابلات النجوم المشاركين في هذا الرالي، فألكم الكلمة، تفضلوا.